اخوان يا اخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم تشوفوا واصلوا تقليم التفاح، النوع الثاني اللي هو اسمه دورزيت جولد، اللي هو شكل ثمره مستدير اصفر اللون، فيه خد برتقالي، بينما النوع انا هو فيها حموريه كامله على كامل الثمار. هذه دورسيت جولد، دورسيت جولد اقل الازهار نتاعها اقل من الانا، ولهذا المعامله نتاعها باش تختلف. شوفوا الشجره هذه كيفاش باش تتعاملوا معها. دونك لهنا باش نقربوا الثمار في الاغصان باش نجم نتحملهم. اذا نجموا لهنا نخليوا لها مثال، هنا عندنا برعم 2 3 4، نجموا نخليوها على برعم واحد في الشيره هذه. هنا كيف كيف نقصوا فيها، هنا نقصوا في عدد البراعم كيف كيف، هذايا وصلنا هذايا نجم كيف كيف نقصوا في الطول، نجم نقصوا حتى لهكا. هنا نشوف الشكل بتاع البقرة، شوفوا الشكل النهائي بتاع الغصن هذايا كيفاش توزيع براعم الإثمار، وبالتالي الإثمار بتاعته فيما بعد. هنا كيف نجم نعمل هكا. دونك في التقليم عندنا عدة حلول، حل واحد هنا نجم نخليه براعة. شوف هنا الثمار ماهوش كيف الأن، يختلف. هنا شوفوا هنا شو هذا شنو هذا، هنا نجم نخليه هذا كله فيه تقليم مكثف. الأغصان هذه اللي هي جاية البتاج الأول، هنا كيف كيف النجم تشوفوه نخليه هذا ثمار هكا، نقصوا جدا الطول. شوف هنا نفس الشيء، قصيناهم هكا باش نجبروها، نجبروا النبتة باش تعمل لنا براعم زهرية في البلوطة. بالنسبة للفوق عندناش قص كبير، عندناش قص كبير نقصوا منه ونخليهم، هذا نجم نحيوه، هذوما تشوفوا هنا برعم طيب، وهذا كيف. شوفوا الشيرة الأخرى، الشيرة الأخرى نفس الشيء. هكذا غصن طويل وطويل ومحطوطين، نجمو نشوفوه بالشكل هذا. ايام اصول هنا نحيوه ضربة، نحيوه باش تولي الغصن هذا عنده قدرة باش يتحمل الثمار. وشوفوا هنا الخيوط هذوما اللي معمولين، هم معمولين وقت الإثمار، لأن الشجرة كانت في هذا معناتها في قل كبير، جاءنا في الميلا باش ما تكسرش. هنا بالنسبة للأغصان نجم نقصوا هذا هكا، هذا نقصوا هكا. العلو بالنسبة للعلو نجم نحافظوا على نفس العلو هذا، اللي هو حوالي 2 متر وحوالي أكثر من 2 متر، 1.20 متر. هذا باش نجبر النبته باش تعمل لنا اثمار هنا، نجم نقولوا كملنا تقليم، كملنا تقليم شجرة التفاح نوع دورسيت جولد، اللي هي نعملوها بكار تلقيح الأناء اللي هي بعدها، وعندهم نفس الثمار جيدة. ولكم جزيل الشكر على المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة أخرى. بارك الله فيكم.